الشباب اللي يحبون يغوصون ويقوون نفسهم، ولا انت تلعب كارديو سواء ماراثون ولا ركض ولا القاري ولا اي شيء، تبي تقوي نفسك حيل زين، تبي تحس انك انت خلاص يعني وصلت فيها من حسب يكون، انت تلعب حديد تبي تقوي نفسك حيل بحيث انك انت لما تتمرن اوزان ثقيله ضخمه مثلا تقدر يكون عندك قوه نفس ان تدفع الوزن زين. جبت لكم جهاز وايد حلو حقيقه، يستخدمونه في المستشفيات ويستخدمونه حتى في الانديه. وليش مستشفيات؟ لان واحد اذا قاعد مده طويله بالمستشفى فيحتاج ان الرئه ما تضعف لان ما في حركه، فيعطونا الجهاز هذا عشان يقوي النفس. طبعا في اشكال ونوع من الاجهزه. شنو هو هذا؟ هو هذا الجهاز، هذا مثال لاجهزه لان في اشكال انواع احنا حنتكلم عنه، بس هذا قال له بشكل عام قال له ريسبيرتوري اكسرسايزر اللي هو جهاز يقوي النفس. زين النفس اللي عندنا لما انت تاخذ شهيق ايش قاعد يصير؟ الشهيق هذا عندنا الدايرام اللي هو الحجاب الحاجز زين، ينبسط انبساطه هذا يتمدد حيل، لما يتمدد يصير فراغ فالرئه توسع، لما توسع الرئه فتاخذ تشفط الهواء فيسمونه عندنا قال له انهيل اللي هو استنشاق، ولما تنقبض العضلات الحجاب الحاجز لما تنقبض حيل فتدفع هذا الفراغ هذا كله الى الخارج فتنقبض الرئات الرئه فيصير عندنا الزفير هو اكسهيل زين. فانت بطريقه هاي راح تقوي هذا هذه العضلات الجهاز او عضله الحجاب الحاجز زين. عشان كذي كل هذه اللي انا ذكرتهم تمساع كلهم يحتاجون ان يقوون هذه العضله، هذا الجهاز يقويها لك. طبعا في اشكال انواع، في هذا مثلا في 3 سلندرات وفي ابو سلندرين في ابو سلندر في اشكال مختلفه زين. الفكره مالتها ان تشفط هواء او تدفع هواء، وتشفط وترفع الكور الى ارتفاعات معينه راح اتكلم عنها، او انك زين بشكل وتنفخ ترفع الكور زين، حق هذه حق النفخه وهذه حق تشفط زين، فحق شغلتين قويها لك. فالفكرة مالتها ان لما انت تشفط حيل هذه كل واحدة فيهم يعني هذه 600 سنتيمتر مكعب، هذه 900 سنتيمتر مكعب، وهذه 1200 سنتيمتر مكعب، فانت قاعد تسحب هواء في الثانية، في الثانية 600 و900، في الثانية واحدة انت قاعد تسحب تشفط بهالمقدار من الهواء زين. الهدف انك ترفع على الاقل واحدة وتثبت فيها 3 ثواني على الاقل اذا قدرت، مثل هذه شوف 3 ثواني هذا الشفط زين. تدرب عليها الى ان تقوى شويه الحين يصير كورتين كذي زين، ولما تقوى اكثر واكثر تسوي حق 3 كور. طبعا لازم تطلع هواء زين، سوي كذي وتنزل زين. هذه طريقتها. بس قبل لا تبدا شو تسوي؟ اول شيء انا اقترح اذا نفسك ضعيف وانت تبي تقوي فيبيلك يعني كبداية زين تروح 3 مرات تسحب وتنزل مش رح توقف، بعدين اسحب اكثر ابي 2 يصعدون ينزلون بنفس السرعة هذه زين، بس سرعة هذه، بعدين تسوي 3 بنفس الفكرة زين 3 مرات. هذا تسخين قبل لا تسويه، بعدين تبدأ تمرينك الصجي. تمرينك الصجي نبيك توقف 3 ثواني مينيمم، 3 ثواني مينيمم. مثلا خلنا ناخذ الوحدة هذه صار 2 نفسي وايد قوي زين. إذا صارت سهلة خل 2، الهدف 2، 3 صعبة بس ما يخالف استمر عليها 3 ثواني بهذه الطريقة شكلي ضحك ها وهي طماطة صار. فإنك توقفها أكثر من 3 ثواني أنت ممتاز جدا ممتاز زين. هذه فكرتها وهذه وايد تمام مثل ما قلنا قوي نفسك، خاصة مو بس اللي ذكرناهم، حتى اللي المغنين أو المنشدين بيمد بالصوت زين، قارئ القرآن
ما شاء الله احنا كلنا نعرف عبد الباسط عبد الصمد وكذلك طبلاوي. طبلاوي ما شاء الله سمعت له يقرأ الفاتحة كلها من بسم من عدو السلام الرجيم بسم الله الرحيم إلى نهايتها نفس واحد من غير ما يوقف ما شاء الله تبارك الرحمن. زين فهذه فكرتها. فش كذا تروح زين كبداية روح 10 مرات يعني توقف. هذه سويناها توقف 3 ثواني وتنزل بعدين تأخذ نفسين خفيفين بعدين تروح توقف 3 ثواني زين 3 مرات المينيمم. إذا توصل 10 مرات بشكل أنت ممتاز تكفي 11 مرات في اليوم. زين إذا بتروح 3 صعدات ونزلة 3 صعدات ونزلة 3 صعدات 3 صعدات يعني وثلاث ثواني ونزلة زين إذا بتكتفي بهذا 3 مرات هذه روح 3 جولات 3 جولات زين كل واحدة 3 مرات 3 مرات 3 مرات راحة بينهم دقيقة راحة بينهم دقيقة بس راحة بين نفس ونفس نفسين. زين هذه طريقة. أما الطريقة هذه الثانية زين هي نفس الفكرة بالضبط بس شو راح تسوي؟ راح تنفخ. زين وهذه أصعب من الشهيق لأن إحنا بحياتنا الله لما حط لنا الزفير ما نحتاجه وايد بس نحتاج تختنق مرات وكذا تحتاج إنك تتنفس حيل. فالله خلانا عندنا شفط حق الرئة أقوى من شو اسمه. لذلك لما تشوف أنت بتسوي زين زين الثالثة تحس إنه صعبة تطلع وطبيعي جدا يمكن هناك شفط يطلع 3 بسهولة هذه لا صعبة. زين مثلا زين شوف قاعد تحتانا قاعد ترقص صعبة تطلع ما يخالف اصبر عليها اصبر عليها الى تطلع شوي 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 ممتاز. زين وراح توصل مرحله مثل ما سواها كولومبو فرانكو كولومبو اللي كان يتمرن مع ارنولد بطل كمال اجسام وكان مستر اولمبيا. زين هذا فرانكو خذ مطاره الماي الحاره اللي تنحط على الظهر تعرفونها مثل العيايز وكذا خذاها ونفخها اون ستيج على المسرح نفخها لما بطت باح يقطع الجمهور. شوفوا الفيديو راح احطه وراء هذا اللي اسمه. فاذا وعلى فكره وايد سهله تنشال وهذا تنشال تقدر تنظفها حتى غيرك يستخدمها مو بس انت اي واحد افراد للاسره يقدر يستخدمها. جربوها وصدقني راح تشوف نفسك وايد حلو.